بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سلق اللحمة. هي حاجة سهلة جدا طبعا، بس لازم تعمليها بطريقة حلوة ومميزة عشان تديكي طعم شوربة حلو، وتبقى الشوربة بتاعتها رايقة وشكلها ظريف ولطيف كده. اول حاجة بنغسل اللحمة. قبل اي حاجة خالص بتختاري طبعا جزار امين تشتري منه لحمه، ما تكونش سنها كبير وتكون حلوه. تختاري القطعيه اللي انت بتحبيها. انا بحب القطعيه تبقى ملبسه كده، فيها احمر على جزء من الدسم علشان تدي بتطعم الشوربه معانا وبتخليها حلوه جدا. تمام، ده اول حاجه تختاري اللحمه صغيره ما تكونش كبيره. وبعدين تجيبي بقى اللحمه، انا بشوحها بدون دهون، بديلها صدمة بس في الحلة كده عشان تقفل المسام بتاعها وتحتفظ بالسوائل اللي جواها عشان تبقى طرية والعصارة بتاعتها ما تطلعش. تمام، في الوقت اللي انا بسوي بشوح اللحمة بالمنظر ده بكون حاطة عندي البويلر بيغلي او حل على النار او البراد على حسب ما متوفر، وبيغلي عندي على بمية علشان اول ما اللحمة تتشوح معايا بنزل عليها بميه سخنه، ما تنزلش بميه بارده خالص على اللحمه، اي لحمه او دجاج بنزل عليها بميه سخنه علشان طبعا هي دلوقتي على النار وقفلنا المسام ما ترجعش تبرد وتطلع العصاره اللي جواها، وفي نفس الوقت ده بيعجزها وبيخلي السوا بتاعها ما يبقاش سهل. احنا دلوقتي شوحنا اللحمه اهو على كل الاتجاهات، هنبتدي بقى نشوف هنحط لها ايه وهي بتتشوح كده لحد ما تشرب الميه اللي نازله منها خالص وتنشف. هاجي بقى بفص مستكه بسم الله، هنزل بفصين مستكه كده، واجي برشه من جوزة الطيب ابشرها فورا كده، ابشرها كده على طول بالمبشره بتاعتي رشة بسيطة خالص. وكمان اجيب الورق اللورة، احط ثلاث اربع ورقات كده من ورق اللورة. ورق اللورة ده بيساعد في تسوية اللحمة. ورشة من الحبهان، عندك حبهان سليم حطي، الافضل طبعا يكون سليم، بس انا بحس ان المطحون اللي هو المتحبش ده بيبقى طعمه احلى. ورشه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره كده، معلقه صغيره يعني دي معلقتي الصغيره مش معلقه شاي ولا حاجه، معلقه اكل. تمام كده نشوح اللحمه مع البهارات اللي نزلنا عليها. الله عليها ريحتها جميله جدا. هبتدي بقى اهدي عليها النار، هي ابتدت تشرب الميه اهي. اقلب اللحمه بتاعتي كمان تقليبه، خلاص اتاكد ان هي نشفت. انزل بقى كده على قاع الحله ببصله متقطعه اتنين وطماطمايه متقطعه اربع تربع، وابتدي اشوحهم معاها كده تشويحتين. انا عايزه الطماطم هنا تتشوح على قاع الحلة هتتلسع كده عشان تديني الصوص بتاعها الأحمر الجميل اللي بيديني طعم الشوربة ويخلي طعمها لذيذ ولونها حلو. خلاص أنا هسيبها تتشوح دقيقتين. أنا بقى لا بحط جزر ولا كرفس ولا توم ولا بطيخ، هو كده الشوربة بتاعتي بتطلع زي الفل وريحتها بتقلب الدنيا وبتبقى حاجة تحفة جدا. أكتر حاجة بتحلي الشوربة معانا ان هي تبقى جايه من جزار كويس امين، وتكون لحمه صغيره سنها صغير ما تكونش كبيره وعجوزه وتغيب في السوى. تالت حاجه ان انت لما تزوديها تزوديها ميه مغليه ما تزوديهاش ميه بارده. رابع حاجه ودي حاجه مهمه جدا، انا شخصيا بفرح لما بتبقى عندي متوفره، ان يكون عندك ماسوره تضيفيها للشوربه. ماسوره بتخلي الشوربه طعمه ودسمه ولذيذه وريحتها تقلب الدنيا. وانا الحمد لله النهارده عندي ماسوره هحطها، بس هحطها في مرحله معينه مش هحطها دلوقتي خالص. ما بتتشوحش الماسوره لان لو اتشوحت بتطلع السوائل الحمراء اللي جواها وبتبقى مش لطيفه.
احنا هنحط دلوقتي الميه بتاعتي غليت واللحمه اتشوحت، هنزل بالميه زي ما احنا شايفين بتغلي بسم الله على اللحمه، وطول ما انا حاطه اللحمه بتغلي برفع البراد على النار او البويلر يغلي جنبها، كل ما الميه تحتاج شوربه كل ما اللحمه بتحتاج شوربه بزودها، او الميه بتاعتها لو نسيت بزودها، ازودها ايه ميه مغليه. تمام، هغطي الحله بتاعتي لحد ما تغلي قوي قوي وتقلب كده، وهنزل بالماسوره بتاعتي، ما ينفعش انزل بيها على ميه بارده، عايزه اول ما انزل بيها تتماسك كده والنخاع اللي جواها يتماسك وما يطلعش سوائل الحمرة في الشوربة، فده الوقت المناسب اللي هحطه فيها لما تكون الحلة بتغلي جدا. تمام، هغسلها بقى واجهزها على ما المية بتاعتي تغلي. شايفين معايا دلوقتي الشوربة بتاعتي ابتدت تغلي زي ما احنا شايفين، دي المرحلة اللي هنزل فيها بالماسورة بتاعتي، ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، بس عليها كده عشان تغطس جوه الشوربة خالص، هي دي بقى اللي بتدي للشوربة بتاعتي الطعم والدسامة والطعامة اللي احنا كلنا بنحبها. نسيبها بقى اول ما تاخد لها غلوتين كده نهد عليها عشان تستوي على نار هادية كده وتدينا ايه شوية شوربة محترمين. ودلوقتي هنعمل مع بعض رز المعمر. إيه عندي رز، الرز بتاعي هجيب طاجن حلو زي كده الالومنيوم، انزل عليه بمعلقه من الزيت كده احركها فيه، الزيت ده عشان يبقى الرز بتاعي لما احب اقطعه كده خرط واطلعه من الصينيه يطلع بسهوله زي ما احنا شايفين. انزل عليه بقى بالرز بتاعي مغسول ومنقوع حوالي ربع ساعه تقديم الكامل، عندي معلقه من السمن البلدي سيحاها كده عشان تتوزع كويس، وعندي معلقتين زبده كبار كده، انا غليت الحليب زي ما احنا شايفين، هنزل بالزبده على الحليب كده واسيبها تدوب في الحليب عشان تتوزع لي كويس، واجيب الملح معلقه كبيره من الملح، وعندي الحليب بالزبده، وعندي قشطه الحليب كده هاخد منها معلقه كبيره، كل ده ادوبه مع الحليب، الزبده والقشطه على الحليب عشان يدي الرز بتاعي طعم حلو قوي. ابتدي بقى اقلب الرز بتاعي كده بالشكل ده عشان الملح، يبقى الرز بتاعي دهنا الاول قاع الطاجن بتاعي او الصينيه بالزيت معلقتين كويسين، حطينا الرز نزلنا عليه بالملح، وعندي هنا الحليب الزبدة ساحت عليه زي ما احنا شايفين والقشطة، هننزل بقى بالعيار بتاعنا. انا كده حطيت العيار بتاعي، كل كوباية رز مصري طبعا احنا عارفين انها بتاخد كوباية وربع مية، من كوباية وربع لكوباية ونص. تمام، هنظبط الرز كده ونظبط وشه ونسويه، قلبناه كويس عشان يبقى مساوي لما يستوي، نظبطه كده وقلبناه علشان الملح، عايزه ترشي رشه سكر خفيفه عشان الوش بتاعك، بس هو كده الزبده بتدي له وش حلو جدا، هنشوفه مع بعض لما يخرج من الفرن. ولازم نحط له حوالي ربع كوبايه شوية مية صغيرين كده، الرز المعمر لازم يتحط له مية كده، خلاص ظبطنا العد بتاعه، نبتدي بقى ندخله الفرن ونسيبه تحت الشواية لما يختم الوش بتاعه ننزله تحت على الصاج على طول.
وده شكل الرز يا حبايبي معايا ما شاء الله، وختم اهوت واخد لون من فوق. ابتدي بقى انزله تحت على الصاج على طول. شايفين معايا تبارك الرحمن الوش وهو بيغلي، شكله تحفة جدا يفتح النفس. انا نزلته دلوقتي على الصاجة كمان دقيقة كده واطفي من فوق واسيبه بقى يستوي من تحت. وده يا حبايبي شكل الرز المعمر بتاعي ما شاء الله زي الفل كده، تحفة جدا، ريحته خطيرة قلب المكان وطعمه وهمي جدا. ان شاء الله تجربوه بالطريقة دي، سهل جدا وهتعملوه بمنتهى البساطة، وريحته وطعمه ملهمش حل. وده شكل اللحمة بتاعتي، طبعا هوريكم السوى خطيرة ازاي. بسم الله ما شاء الله، هي عشان شو بتتقطع من غير ما احط الشوكة فيها زي ما احنا شايفين كده، دايبة دوب بايدك تفصص، شوفوا بدايبة دوب من غير ما تحطي لها لا سكر ولا معلقه ولا الافتكاسات اللي بنشوفها دي كلها. بسم الله ما شاء الله، شوفوا دايبه ومفككه من نفسها. انا بس مش هقطعها في الشاي بجامل، ونشوف مع بعض الشوربه قد ايه صافيه وحلوه جدا، والماسوره مخلياها طعمها وهمي. بسم الله ما شاء الله، رايقه جدا وتحفه، مفيش فيها اي شوائب ولا اي حاجة، من غير بقى جزر ومن غير الكرفس ومن غير توم، من غير اي افتكاسات، شوربة امهاتنا اللي كانوا بيعملوها تبارك الله، تحفة جدا. ويلا جربي الطريقة وهتعجبك، والف صحة وهنا. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، ولايك وشير بقى عشان نتقابل على طول، واستودعكم الله. شايفين معايا قد ايه الرز جماله حلو مفلفل، مفكك كلها رزايه برزتها ومطالع زي خرطه واحده زي المكرونه البشاميل كده ما شاء الله، ومن تحت ومن فوق احمر وجميل، شايفين من تحت ومن فوق، وريحته تحفه جدا.